وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف من كمبوديا سعادة النائب عضو مجلس النواب محمد العمادي. سعادة النائب، مملكة البحرين فازت بمنصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمنصب رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية. كيف تعكس هذه الإنجازات على مكانة مملكة البحرين في المجال الدبلوماسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أرحب بالسادة المشاهدين جميعا وأهنئ قيادة البحرين وشعب البحرين بهذا الإنجاز. وهذا الإنجاز يأتي في إطار العمل الدبلوماسي البرلماني لشعب البرلماني لمملكة البحرين من خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية التاسعة والتي تعقد حاليا في مملكة كمبوديا في مدينة سيم ريب. هذه الجهود توجت بعد يعني عمل دؤوب من قبل الوفد المشارك الممثل للشعب البرلمانية في هذه الجمعية المشكل من 3 أعضاء من مجلس الشورى و3 أعضاء من مجلس النواب وبرئاسة السيد أحمد الملة رئيس مجلس النواب. هذا المنصب هو في الحقيقة هو رئاسة اللجنة الاقتصادية وفي نفس الوقت يكون نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وبالتالي هذه تعد يعني إنجاز للبحرين. اليوم البحرين معروفة في هذه الجمعية لدى الشعوب الآسيوية. من خلال هذه الجمعية تسعى البحرين مع شقيقاتها العربية في هذه الجمعية لتأسيس برلمان آسيوي قوي يعنى بمصالح الدول الآسيوية من ضمنها الدول العربية والخليجية. نعم، هل لك أن تحدثنا عن أبرز ما جاء في البيان الختامي لهذا الاجتماع؟ طبعا البيان الختامي أكد على عدة أمور، على رأسها يعني مكافحة الفقر وفي آسيا وفي كثير من الدول، مكافحة الحروب، محاولة فرض السلام أو يعني الدعوة إلى السلام في كثير من المناطق التي تشوبها النزاعات من أجل الانتقال إلى التنمية المستدامة ومن أجل الانتقال إلى رفاهية الشعوب الآسيوية. أيضا هذا البيان أكد على يعني دور الدول الآسيوية في مساندة بعضها البعض والتعاون المشترك فيما بينها في مجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة ومجالات السياحة ومجالات التجارة، كما أكد على أهمية قضية فلسطين وما يعني تعاني من الاحتلال الصهيوني. أيضا أكد على يعني مكافحة الإرهاب بشتى صوره في دول العالم جمعا وخاصة الدول الآسيوية. نعم، من كمبوديا سعادة النائب محمد العمادي، شكرا جزيلا لك.